الرحيم، أنا يسعدني أني أتكلم مع حضراتكم في رسالة أخيرة قبل بدء موعد الأسبوع اللي هنسلم فيه المشروعات منعا لكثير من المعلومات المغلوطة اللي بتنتشر هذه الأيام. للأسف موضوع المشروعات كان حل الحقيقة لتطوير مستوى التقييم والإعطاء الأولاد فرصة يكتشفوا نفسهم بشكل مبسط في أزمة كورونا. موضوع أبسط كتير من اللي احنا صنعناه منه، ولكن أعتقد الموضوع ده حط الضوء على كثير من المشاكل اللي موجودة على الأرض في حتت كتيرة جدا ونتعامل معاها. ولكن الرسالة دي موجهة إلى السادة أولياء الأمور طبعا والسادة الطلاب، وكذلك لزملائي السادة مديري المديريات والإدارات ومديري المدارس والمعلمين المسؤولين على حد سواء. احنا قلنا قبل كده تعليمات واضحة وصريحة هعيدها لحضراتكم، بس احب في الاول اقول انه اللي هيقرر يسلم ورقيا بمعنى انه هيروح للمدارس، احنا حطينا جدول للذهاب الى المدارس منعا للتجمعات، واذا ما وصلش للناس لازم يبصوا عليه، لان احنا قلنا الجدول يقتضي ان احنا نروح في ايام محددة لسنوات محددة، ونتمنى انه ما يروحوش الناس بخلاف هذا الجدول عشان ما يحصلش تكدس. قلنا مثلا يوم السبت هيبقى ثالثه ابتدائي واولى اعدادي، مش عاوزين حد غير السنتين دول يروح، لانه هيرفض البحث ويضطر يجي في يوم تاني وهيعمل ازمه للناس اللي المفروض تذهب في هذا اليوم. فبالتالي عاوزين نلتزم بالجدول اللي محطوط لهذا الهدف، وهو توزيع الطلاب على الايام وعلى المدارس. مفيش اي استعجال، احنا عندنا اسبوع كامل، فبالتالي وفي يوم اخير بيتعمل فيه اللي ما لحقش يروح في اليوم اللي كان محدد ليه، وبالتالي مفيش اي داعي للضغط على المدارس وان احنا نعمل تجمعات ملهاش لازمة لو سمحتوا. ده جزء مهم جدا. بنفس القدر اللي هيسلموا الكتروني، هيسلموا الكتروني او المسجلين عندنا من طلاب التعليم العام على المنصة حوالي 8 مليون. مش لازم ال 8 مليون يصحوا الساعة 6 الصبح يوم السبت ويخشوا كلهم مع بعض، لأن ده هيحط ضغط كبير جدا على الشبكة زي ما حضراتكم عارفين. اللي بيسلم إلكتروني بالنسبة له سيان يقدمه في أي يوم من الأسبوع من أول يوم 9 لحد يوم 16، وبالتالي أفضل له كمان إنه يتفادى الأوقات اللي فيها زحمة. مش لازم أصحى الصبح، ممكن أعمله الساعة 4 الظهر، أعمله يوم السبت لحد الاثنين كله سيان، وبالتالي نتفادى الحالة اللي بتؤدي إلى هذا التدافع، فسواء كان إلكتروني أو سواء كان على الأرض في المدارس زي ما بقول لحضراتكم. فده دعوة أتمنى إن كلنا نلتزم بيها. زي ما حضراتكم شفتوا في جدول التسليم الورقي للمشروعات، يوم السبت في ثالثة ابتدائي وأولى إعدادي، يوم الأحد رابعة ابتدائي وثانية إعدادي، وهكذا، يوم الاثنين خمسة ابتدائي وثالثة إعدادي، فيا ريت نلتزم بيه. الطلاب اللي تخلفوا من الصفين الثالث والرابع يقدروا يروحوا يوم الاربع تاني، لو ما راحوش السبت والحد يقدروا يروحوا الاربع. الطلاب اللي تخلفوا من خمسة وستة ما راحوش يوم الاثنين والثلاث يقدروا يروحوا يوم الخميس. يوم السبت 16 فرصة ثالثة للي تخلفوا من اي حاجة من الصفوف دي، وبالتالي اي ولي امر عنده اليوم الاصلي ويوم بديل ويوم نهائي بديل تاني، يعني عنده ثلاث فرص للتقديم، وبالتالي لو سمحتوا ما نروحش في غير الايام المنصوص عليها في الجدول. برضو التسليم الالكتروني هعيد تاني، ما نتدافعش على المنصة في اول ساعة تتفتح فيها، لان هي متاحة لمن يسلم الكترونيا، ودي ميزة، في اي وقت صبح او بالليل من 9 مايو لحد 16 مايو، فممكن نوزع نفسنا على الفترة دي. ده موضوع. الموضوع التاني تسليم مشروعات نفسه. هناك الكثير للأسف من الناس اللي اجتهدوا في المدارس أو في الإدارات بأشياء لم تقلها الوزارة. أقول لكم تعليمات الوزارة بشكل نهائي، والكلام ده موجه لأولياء الأمور وموجه للناس على الأرض. بالنسبة لموظفين الوزارة، أنا بنطالبهم وبعتنا تعليمات مشددة بالالتزام بما جاء من الوزارة، أو بيبقى في إجراءات أخرى هتتخذ مع من يخالف هذا. ولكن ما يعني أولياء الأمور والطلاب هو الآتي، موضوع بسيط جدا. الحل الأفضل والأبسط والأسهل والأضمن هو الإلكتروني فقط. يعني أنا عملت البحث سواء بخط إيدي أو بالكمبيوتر، أحول اللي بخط إيدي لـ PDF
بأي طرق، بأسهل الطرق، وأطلعه على المنصة وأنا قاعد في البيت في أي يوم في الأسبوع. أسهل حل على الإطلاق، هشوفه قدامي على الشاشة وهو ده وصل الاستلام وينتهي الأمر. أي حاجة تانية حد يقولها لكم لا قبل لها من الصحة. يعني اللي يقدر يطلع البحث إلكتروني سواء مكتوب وورد، مكتوب بخط الإيد، المهم يعمله PDF ويطلعه وانتهينا. ده لا يقدم معاه CD ولا يقدم نسخة ورقية في المدرسة ولا أي حاجة من الكلام ده. يكفي هذا. اللي هيروح المدرسة عشان مش قادر يوصل للمنصة، في ناس ما حاولتش تخش المنصة، أنا بنصحهم يخشوا عليها لأن ده هيوفر عليهم المشوار والتكدس والخروج والتعرض للإصابة وكل حاجة. ولكن لو تعذر هذا كله هيروح، يبقى يلتزم بالجدول. إيه بقى المطلوب منه؟ اللي كان معمول مكتوب بخط الإيد، مكتوب على ورق فلوس كاب، على ورق عادي، بقلم رصاص، بقلم جاف، بقلم أحمر، بقلم أزرق، يحطه في ظرف ويقفله ويكتب عليه الرقم التعريفي والسنة الدراسية ولو كان من الفئات الخاصة ويسلمه للمدرسة. لا معاه CD ولا معاه حاجة تانية ولا أي حاجة خالص. الموضوع واضح وبسيط، يحطه في ظرف ويقدمه المدرسة وياخد وصله ويروح وبس، أو يقدمه إلكتروني وما يقدمش حاجة تانية خالص. يا ده يا ده. أي حد بيطلب حاجة غير اللي أنا قلته غير قانوني وغير صحيح. الكلام ده تاني موجه لأولياء الأمور عشان يبقوا عارفينه، وموجه للمدارس اللي طلبت أشياء لم تقلها الوزارة تقلع عن هذا، لأن ده غير قانوني وسيحاسبوا عليه. أي حد بنية جيدة أو سيئة يتوقف عن هذا لأنه غير قانوني، ولو علمنا عنه هتعاقب هذه المؤسسة. كلام نهائي واضح. إذن اللي يهم أولياء الأمور، اللي يهمونا جدا، والطلبة، الموضوع أبسط مما نتخيل. أي حد بيقول لكم ما كانش ماشي على القالب بتاع الوزارة روح عيده تاني، الكلام ده احنا ما قلناهوش. أي طفل بذل مجهود وحطه بالشكل اللي يراه يديه لنا واحنا سنقبله إلكترونيا، يبقى الحل الأفضل والأمن واللي فيه متسع من الوقت وبعيد عن الزحمة وبعيد عن الخروج بكل حاجة، ويعني أحسن حاجة ممكن نعملها. حتى لو كنا كاتبينه بخط الايد نصوره بالتليفون نعمله PDF ونبعته، مكتوب بالوورد اهلا وسهلا نعمله PDF ونبعته بس وخلاص، وما نبعتش اي حاجه تانية ولا نسخه ورقيه تتساب في المدرسه ولا اي حاجه. اللي عامله ورقيا ما يحطش معاه لا فلاشه ولا CD ولا يشتري ورق من المدرسه ولا يقولوا له ورق فلوسكوب، اي ورق كتبوا عليه باي شكل يحطه في ظرف ويديه وياخد وصل استلام وبس وانتهينا. مفيش اي معلومه اكتر من كده. وزي ما قلت لكم لا نتكدس الكترونيا ولا نتكدس في الشارع، وده كل المطلوب وهو ابسط كتير جدا مما يقال، ولا محتاج الدوشه دي كلها خالص. اللي كنا المفروض نركز فيه هو اداء ولادنا لاي قدر من الجهد من حيث التعليم، مش نكون الكلام كله عن الورق والقلم والبحث والفلاشه، مش دي القضيه. فإذا كان في ناس أثارت هذا، وأنا قلت لكم قبل كده في ناس كتيرة جدا بتحاول تبلبل وبتحاول تعمل إشاعات، ودي حاجة واضحة جدا في هذه الفترة وهنتعامل معاها، بس اللي يهمني دلوقتي سلامة ولادنا وراحة بال أولياء الأمور، والمعلومات واضحة اللي قلتها لكم، وأتمنى كلنا نلتزم بيها. وأشكركم وتصبحوا على خير، وإن شاء الله تبقى فترة سلسة جدا ونحقق شيء كبير جدا مع بعض، وتصبحوا على كل خير.